نروح بقى مع حضراتكم عن خبر تاني برضو مهم عن كابتن بيتسو موسيماني. كابتن بيتسو موسيماني عبر عن استيائه من شخص بيدعى حازم الحديدي لانه بيتحدث باسمه في لسه بنقول ايه بالظبط كده في كافه وسائل الاعلام وبيدعي انه وكيل اعمال موسيماني. موسيماني قال في بيان رسمي ان الحديدي ليس وكيله ولا يرتبط معه باي علاقه من اي نوع ولم يمنحه حق الحديث باسمه بل ولم يلتقي به الا مره واحده فقط لما كان مستضاف كان بيتسو موسيماني ضيف في احدى القنوات الفضائيه ويعني اتعرف عليه من منطلق انه كان مسؤول عن انتاج هذه الحلقه. بالتالي فان ما جاء على لسان حازم الحديدي بخصوص بيتسو موسيماني موسيماني غير مسؤول عنه باي حال من الاحوال ولا يعلم عنه اي شيء وحتى بيقول ما معناه ان هو مش عارف هو بيعمل الكلام ده ليه وانه هيبلغ اداره النادي لاتخاذ الاجراءات القانونيه كامله لايقاف هذا الشخص وطبعا يعني لكي يتوقف عن علاقته التعاقديه بالنادي الاهلي اللي هو بيدعيها على لسان بيتسو موسيماني. حاجه بقت يعني دمها تقيل عارف انت يعني. طب وانت لما تقول حاجه زي كده وتدعي حاجه زي كده المفروض انت معتقد يعني ان الراجل اللي انت بتكلم باسمه ده هيسكت يعني؟ ما انت هتجيب لنفسك مشاكل في الاول في الاخر. احنا مش عايشين كل واحد دي قانونه الخاص في قانون. فانا مش فاهمه الصراحه. لكن موسيماني خليني اقول لحضراتكم هو اكد في كلامه يعني الامور مع الاهلي ما فيهاش اي حاجه الى كلام ما تم الاتفاق عليه يا جماعه مع الاداره. هو قال كده للناس كلها بموافقه الطرفين تم الاعلان عنه لوسائل الاعلام بشكل رسمي وبكل وضوح وما فيش اي جديد عشان يتكلم عنه. علاقه مستمره بكل حب بكل التعاون الثقه كمان المتبادله وان الهدف واحد هو مصلحه الفريق وتركيزه حاليا مع لاعبته وجهازه المعاون على احراز الانتصارات والبطولات. وكمان النقطه المهمه جدا هي اسعاد جماهير الاهلي لا سيما طبعا في ظل الدعم والمسانده اللي بيتلقاه من اداره النادي اللي كلنا اكيد يعني شايفينها وكل كمان المحبين للاهلي. فاعتقد كده رساله وصلت زي ما بيقولوا وكفايه بقى كلام. ويا ريت مشهد زي ده لا يكرر لان عيب يعني في الاول وفي الاخر انت بتسيء يعني هذا الشخص بيسيء للصحافه يعني فمش حلو ده ابدا. احنا ما عندناش صحافه من هذا النوع مفروض. فيا ريت كل واحد كده يلتزم بجد يعني بالميثاق يعني زي ما اتقالت ميثاق الشرف الصحفي او الاعلامي ان ده مش حلو ابدا يعني.